النهارده هناخد جزء، هنبدا بالكلمات مهمه جدا 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 عندنا في اليونيتات، فركزوا فيها كويس قوي. وهناخد تراجم مهمه جدا جدا جدا، نبدا النهارده مع بعض يا جماعه. يلا هنحط كلمات من عندنا في جمل في غايه الاهميه في اليونيتات بالترتيب كده معانا يا جماعه. يلا من اول يونيت 1، الجمله الاولى يا جماعه النهارده مع بعض، يلا قدامنا على الشاشه. اول جمله بيقول يا جماعه the car stopped because there was space in the petrol tank. العربية توقفت يا حسن لأن في إيه في تانك البنزين؟ في تسريب. تسريب يا جماعة يعني ليك. اتفضل. ليك تسريب. ونخلي بالنا يا جماعة، كله يركز معايا لو سمحت. L-E-A-K ليك اللي اتكتبت قدامنا، ليك أهي تسريب. في ليك بحيرة. في لاك نقص. خلاص يبقى نخلي بالنا تاني يا جماعه، تسريب ليك بحيره ليك لاك نقص. مع يا جماعه خلي بالكم من السبيلنج عشان بتيجي في الفايند ذا ميستيكس. يلا يا جماعه جمله رقم 2 بيقول اور اير كونديشننج هاز بروكن داون. التكييف تعطل. احنا محتاجين someone is coming to not eat tomorrow. احنا جايبين حد يصلح الكمبيوتر، يصلح التكييف، يصلح اداء او جهاز اسمها ريبير. الاجابه ريبير، يصلح اشياء. اتفضل معايا ركز. ريبير يصلح اشياء او اجهزه. ريفورم يعني يصلح او يعدل نظام او قانون. قانون يعني لو، ونظام يعني سيستم. يبقى يعدل او يصلح قانون او نظام. يا حسن ريبير يصلح اشياء او اجهزة، اما ريفورم يعدل او يصلح اما سيستم اما لو. الجملة رقم 3 ذا دكتور space me carefully before he gave me the medicine. الدكتور كشف عليا بعناية قبل ما يعطيني الدواء. يبقى يكشف على او يفحص مريض اسمها examine. الاجابة رقم 3 examine، والماضي منها examined لانه اعطاني الدواء ماضي، فاستخدمت الفعل ماضي examined يفحص مريض. examine a patient يفحص مريض. examine a patient. معايا كده يا جماعة؟ يلا رقم 4 computer passwords should always be space you should never tell anyone. خلي بالك يا حسن، اعمل للكمبيوتر بتاعك باسورد ولازم الباسورد تكون secret. الإجابة رقم 4 secret، سري. الباسورد دايما تكون سرية secret. الجملة نمبر 5 the astronauts went on a 2-hour space to replace a broken fuel pump. في مضخة وقود مكسورة وعايزين نبعت علماء رواد فضاء يعملوا 2 hour. ايه يا جماعة؟ الاجابة رقم 5 2 hour space walk، جولة للفضاء مدتها ساعتين. تاني ركزوا معايا يا جماعة، a 2 hour space walk اسمها يا جماعة ايه؟ 2 hour space walk، جولة للفضاء اسمها space walk، جولة للفضاء مدتها 2 hour. نركز ان هنا في وشرطة وهنا 2 hour ساعتين، لمدة ساعتين. عايز اقول يا جماعة 2 hours، شيل الآ وشيل الشرطة خليها 2 hours ساعتين. ما ينفعش ايه يجي بعدها كلمة جمع، فنشيل الايه ونجمع اور تبقى اورز. فهمتوها يا جماعة؟ يبقى جولة في الفضاء لمدة ساعتين، يبقى الاجابة ايه تو الداش دي يا جماعة شرطة اور سبيس فوق. هتشيل الايه وتشيل الشرطة تبقى 2 hours لمدة ساعتين. يلا الجملة اللي بعد كده، الجملة رقم 6
الجملة رقم 6 some drivers have a sat nav A their car to help them find the best route. العربيات الحديثة فيها satellite navigation system. تفضل يا أستاذ الإجابة رقم 6 satellite navigation system اسمه نظام القيادة بالأقمار الصناعية الملاحة اسمها navigation وساتلايت قمر صناعي اختصارها سات ناف سيستم نظام الملاحة عن طريق الأقمار الصناعية وده بيبقى في العربيات الحديثة يا جماعة help the drivers يساعد السائقين find the best route أن يجدوا أفضل route route يا جماعة مسار أو طريق محدد من قبل الحمد لله عفوا يا جماعة مع بعض كده أساتذة أقول لك الفرق ما بين كلمة رود رود وكلمة روت ركزوا معايا يا حبايبي أهي روت طريق أو مسار طريق أو مسار محدد من قبل أما رود طريق يربط مدينتين زي طريق مصر اسكندرية أقول عليه رود ماشي يا جماعه لكن قبل ما اركب العربيه بحدد الروت بتاعي باستخدام الساتلايت نافيجيشن سيستم او اسمه سات ناف سيستم نظام القياده عن طريق الاقمار الصناعيه يعرفني البيست روت افضل طريق اللي ما فيهوش يا جماعه ترافيك ازدحام مرور اسمه يا جماعه روت مسار او او طريق محدد من قبل ده الفرق بين روت ورود الجمله اللي بعد كده يا جماعه رقم كام Number 7 the rocket is going to reach the moon القمر الصاروخ هيوصل القمر كل واحد يا جماعه كان قاعد بيتفرج على ايه اون تي في على انطلاق الصاروخ ينطلق يا جماعه او انطلاق launch اللي ايه يو ان سي اتش launch اللي ايه يو ان سي اتش اسمها انطلاق الصاروخ اون تي في في التلفزيون الجمله رقم 8 Space A can take several years. A في الفضاء يستغرق سنوات عديدة يا جماعة. مهام المهمة للفضاء اسمها mission. يبقى المهام missions. يبقى الspace missions يعني يا جماعة مهمات الفضاء can take several years. يمكن أن تستغرق several years سنوات عديدة. يلا يا جماعة الجملة رقم 9. طبعا A اللي بيبقى اقل على الفضاء اكتر من الارض الجاذبية يلا يا استاذ جرافيتي كلمة مهمة جدا جرافيتي الجاذبية وهي الحاجة اللي بتخلي الاشياء تقع على الارض يبقى تاني يا جماعة ما معنى كلمة جرافيتي جاذبية هي الفورس اللي makes things fall to the ground وبتيجي يا جماعة في الامتحان في الاختيارات ركز معايا لو سمحت تاني الجاذبية اسمها جرافيتي اسمع معايا كده لو سمحت هقول لك اهو بيجي يا جماعة في التشوز يقول لي ايه يقول لي space is the force الforce القوة which makes things fall to the ground اهي القوة التي تجعل الاشياء تسقط على الارض الفورس which makes things fall to the ground تسمى gravity الجاذبية اسمها gravity is a force which makes things fall to the ground الجاذبية هي القوة التي تجعل الأشياء تسقط على الأرض تسمى gravity يلا يا جماعة الجملة اللي بعد كده رقم كام رقم 10 doing A is a very good way of keeping fit لما أعمل إيه تخليني fit رشيق لما اعمل جيمناستكس لما اعمل اكسرسايزز تمارين التمارين
الرياضيه تجعلني فت رشيق تسمى جيمناستكس. التمارين الرياضيه تسمى جيمناستكس، وياتي قبلها الفعل دو، يمارس او يعمل تمارين رياضيه، دوينج جيمناستكس. الجمله رقم 11. سنة 2009 في شهر جولاي كانت الذكرى السنوية الأربعين للفيرست مان ووكينج أون ذا مون، لأول رجل يمشي على القمر. الفيرست دي يا جماعة كانت الذكرى الأربعين، تسمى إيه؟ أنيفيرسري. أنيفيرسري خلي بالك منها وما بين كلمة يونيفرستي. يونيفرستي جامعة، أما أنيفيرسري اللي هي الذكرى السنوية. يبقى عام 2009 كانت الذكرى الأربعين اللي اسمها الأنيفيرسري لأول مان ووكينج أون ذا مون، يمشي على سطح القمر. كلمة أنيفيرسري الذكرى السنوية. الجملة رقم 12. Two of the نقط of the front wheel of my bike were broken in the accident. لما عمل حادثة بالعجلة، العجلة ليها أسلاك اتكسرت في الحادثة. أسلاك الدراجة اسمها يا جماعة؟ اسمها spokes. يلا يا أستاذ، S-P-O-K-E-S، spokes. أسلاك الدراجة spokes. were broken، كسرت in the accident، في الحادثة. الجملة رقم 13. نقط between كايرو and لندن، المسافة من القاهرة لندن اسمها distance. المسافة 13 distance. خلي بالك من الكلام ده كويس. 14 يا أستاذ. When you are space in space it must be very difficult to stand still. لما انت تكون ايه في الفضاء من الصعب ان انت تقف. طبعا الانسان على الفضاء مالوش جاذبية، يبقى الانسان بيكون منعدم الوزن، weightless. تعال لي يا استاذ خلي بالك من كلمة weight و weightless و weightlessness. بص يا جماعة، كلمة heavy يعني ثقيل، عكسها light خفيف. طب الوزن نفسه اسمه ايه؟ ويت. طب ويت لس منعدم الوزن. طب ويت لس نس انعدام الوزن. يبقى دي ناون ودي adjective صفة وديت اسم noun. يبقى يا جماعة رائد الفضاء ممكن يمارس الرياضة وهو منعدم الوزن، تسمى do weightless sport. هو do يمارس رياضة sport وهو منعدم الوزن اسمها ويتلس. يبقى دو ويتلس سبورت، يمارس رياضة وهو منعدم الوزن. خلي بالكو من الكلام ده مهم جدا وبيلخبط يا جماعة، وبيجي في الفايند ذا ميستيكس يقول لي هي داز ويتلسنس سبورت. غلط. قول له يا جماعة ده اسم وده اسم، أنا عايز صفة، يبقى ويتلس مش ويتلسنس. يلا أساتذة نخلي بالنا من الكلام ده كويس. اسمع كده الجملة الجاية. معانا فاصل؟ معانا فاصل ونكمل يا جماعة. حبيبي مع بعض بنكمل النهاردة يا جماعة، مراجعة كويسة. بعد إذنكم شد حيلكم معانا كويس جدا واحفظ الكلام اللي بنقوله. يلا يا جماعة الجملة اللي مع بعض رقم كام؟ يلا حبيبي الجملة الجاية. وصلنا لحد الجملة رقم 14 اللي هي يا جماعة بتاعت ويتلس وويتلس ناس وويت. الجملة رقم 15 بيقول لي space I am working for important exams. بيقول يا جماعة في هذه الأيام أو في الوقت الحالي أنا بعمل على امتحانات هامة. في الوقت الحالي اسمها currently. الإجابة رقم 15 currently. في الوقت الحالي currently. الإجابة 15 يا أستاذ. يلا في الوقت الحالي currently.
نخش على الجملة رقم 16. بيقول يا جماعة we are having a not at school next week about ways of reducing global warming. احنا يا جماعة عندنا في المدرسة ايه بنناقش فيها؟ طرق التقليل من الاحتباس الحراري. احفظ كلمة يا جماعة global warming، الاحتباس الحراري. يلا يا أستاذة، الإجابة دي بيت طبعا. الإجابة دي بيت يعني مناظرة. اكتب يا أستاذ عليها دي بيت يعني مناظرة. الجملة رقم 17. For some people reading and watching films are forms of. جامدة جدا الجملة دي يا جماعة، حلوة جدا. في بعض الناس القراية بالنسبة لهم ومشاهدة الأفلام هي نوع من أنواع، قول له الاسكيبيزم، كلمة مهمة جدا، الهروب من الواقع. اسكيبيزم كلمة مهمة جدا، زي قصة سجين زندة يا جماعة، نوع من أنواع القصص اللي بتنسيك الايه المشاكل وتخليك تفكر في أحداث القصة، فيسمى اسكيبيزم. اكتب عليها الهروب من الواقع، بتنسيك مشاكلك. هي stories make you forget your worries and problems. قصص تنسيك المشاكل والهموم. الجملة 18. In the past، في الماضي، many English children studied all the classics. الإجابة classics. Now most school teach modern languages. في الوقت الحالي المدارس بيدرسوا اللغات الحديثة وما بيدرسوش classics، حضارة وأدب وتاريخ روما واليونان القديم. كلاسيكس، أقول لك مؤلف قصة سجين زنزة اسمه أنتوني هوب دارس كلاسيكس. يعني إيه دارس كلاسيكس يا جماعة؟ دارس حضارة civilization وهيستوري، تاريخ الانشنت روم اند جريس، حضارة روما واليونان القديمة، اسمها كلاسيكس. 19. أوليفر تويست بتاع سنة أولى سنة يا جماعة، اللي درسوها الطلاب في سنة أولى، هو يا جماعة بطل قصة خيالية واللي مألفها تشارلز ديكنز، وهي يا جماعة الموست فيموس نوفل بالنسبة له، من أشهر روايات تشارلز ديكنز أوليفر تويست، وهي قصة وهو بطل فيكشنال. اكتب عليها خيالي، فيكشنال خيالي، فيكشنال هيرو بطل خيالي، فيكشنال نوفل رواية خيالية. 20. The prisoner of Zenda was ready for A. بعد few months after Anthony Hope thought of the idea. بعد ما فكر في الفكرة وجات له، كانت جاهزة للنشر. اكتب يا أستاذ publication. الإجابة 20 publication. 21. Although everyone in my family works very hard, we are not a family. رغم ان العيلة يا جماعة بيشتغلوا كتير، الا انها عيلة ليست ويلسي، غنية، تساوي ريتش فاميلي، عيلة غنية. 22. في بريطانيا الاطفال ايه المدرسة؟ قول له attend، يحضر. الاطفال بتحضر البرايمري سكول، المدرسة الابتدائية. 23. 23. ايه بتاع الملكة اليزابيث حدث سنة 1952؟ قول له كورونيشن، حفل التتويج. كورونيشن حفل تتويج الملكة اليزابيث، توك بليس، حدثت في سنة 1952، ودي كانت فانتاستيك اوكيجن. يلا يا استاذ اوكيجن مناسبة، تتويج الملكة اليزابيث، ذا كورونيشن اوف كوين اليزابيث توك بليس. أنا عايز أقول يا جماعة الفعل take place تساوي occur. تساوي happen. happen يحدث. take place تساوي occur تساوي happen. take part in تساوي participate in، يشارك في. take part in تساوي participate in.
خلي بالكم من الكلمات دي مهمة جدا. كمل يا أستاذ. الجملة اللي بعد كده رقم كام؟ 24. No one has the nut to steal things from the people from other people. محدش ليه ايه ياخد حاجة من حد او يسرق حاجة بتاعت حد تاني. قول له يا جماعة right. محدش له الحق انه يسرق اشياء مش بتاعته. right يعني حق. عايز اقول ايه تاني حسن؟ عايز اقول ان مايكل ما كانش ليه حق يبقى ملك. هو ده اليونت يا جماعة بتاع يونت 2 ذا بريزونر اوف زندا، سجين زندا. 25. يلا. التوائم دايما بيبقوا شبه بعض. Some twins are more A than the others. Alike طبعا. يلا يا استاذ اكتب عليها متشابهين. متشابهين. 26. الجملة رقم 26. زمان كانوا بيبنوا ايه؟ بتبقى made from stones. بتبقى مصنوعة من الحجر او الحجارة. To stop attackers from breaking in. تمنع المهاجمون من الاقتحام. قول له الاجابة castles. castles يعني ايه يا جماعة؟ القلاع. جمع كاسل قلعة. القلاع. جمع كاسل castles قلاع. 27. He doesn't have the right to be the next king. مايكل اكتب يا جماعة doesn't have the right. يعني ليس لديه الحق to be the next king ان يكون الملك القادم. عارف ليه يا حسن؟ اولا عشان امه مش من العيلة الملكية. ثانيا هو الابن الاصغر. يبقى الاخ الكبير كان رادولف الفبرج. يبقى راسن مايكل ما ينفعش يبقى ملك الا لو اتجوز الاميرة فليفيا. فاكرين يا جدعان؟ عشان كده بعت لها خطاب انفيتيشن تروح له المنشن في زندا. جمله 28. 28 ماي براذر از فيري ايه؟ هي ونت تو كايرو يونيفرستي ثم اوكسفورد يونيفرستي. طالما دخل جامعه القاهره وكمل دراسه في جامعه اوكسفورد يبقى هو متعلم تعليما جيدا تسمى ويل ايديوكيتد. متعلم تعليما جيدا ويل ايديوكيتد. الجملة اللي بعد كده يا جماعة رقم 29. معلش انا قلت اسرع شوية عشان ناخد كم كبير من المعلومات. المية هي الشكل الايه بتاع التلج. قول له الليكويد. الشكل السائل. المية هي الشكل السائل بتاع التلج. قول له يا جماعة ليكويد. سائل. 30. الجملة رقم 30. You send a liquid or gas through a nut to move it to another place. قول له يا جماعة بايب. عشان ننقل سائل او غاز بنقله في انبوبة. عشان يروح من مكان لمكان لازم يكون في بايب. بايب يعني انبوبة. 31. يلا بنوب. 31. نقط is the force produced when two things push against each other. تاني حسن. ايه هي القوة التي تنتج عندما تو ثينجز شيئين بوش اجينست ايتش اذر يزقوا بعض؟ حاجة بتدفع حاجة. الضغط. بريشر. 31. بريشر الضغط. يلا جماعة 32. نقط is a black fossil fuel from underground. نقط is a black fossil fuel from under the ground. قول له الفحم. كول. هو وقود حفري لونه اسود. بيكون سوليد صلب على فكرة. ويكون موجود تحت الارض. كول. الفحم. احفظ بالله عليك. احفظ كلمات مهمة جدا. 33. لما يا جماعة الاتومز ار سبليت. لما الذرات تنشطر. لما الذرات سبليت تنشطر. بينتج طاقة ايه؟ قول له طاقة نووية تسمى نيوكلر انرجي. الطاقة النووية نيوكلر او اتوميك انرجي ونيوكلر باور طاقة نووية طاقة ذرية. يبقى اتوميك ذرية ونيوكلر نووية. 34. 34. if you make rock or metal very hot. لو سخنت ايه صخرة او معدن
وتخليه سخن جدا ينصهر. يلا عبد الله الإجابة. مولتن ينصهر، يصبح منصهر. مولتن. 35. Water passing through a dam produces no power. المية التي تمر في السد العالي تنتج طاقة، مية تولد كهرباء، يبقى هايدرو إلكتريك باور. اكتب يا أستاذ، هايدرو إلكتريك باور طاقة هايدرو كهربية، طاقة هايدرو كهربية، هايدرو إلكتريك باور. هايدرو اختصار هيدروجين، باور إلكتريك كهرباء، كهرباء ناتجة عن المية تسمى هايدرو إلكتريك باور، طاقة كهرومائية. 36. لما ندفن ايه في الارض يدمر البيئة، damage the environment. لما ندفن نفايات wastes، لما ندفن الwastes النفايات، وبري يعني يدفن، وبرينج دفن النفايات، wastes in the ground can damage the environment، يدمر البيئة. 37. مودرن ايه؟ تعتبر تول تاورز، ابراج عاليه، which are built where there is a lot of wind، تبنى في اماكن فيها رياح كتير. قول له توربينات الرياح، وتسمى بالانجلش wind turbines. wind turbines، توربينات الرياح، هي يا جماعه ابراج عاليه تبنى في مكان في a lot of wind، الكثير من الرياح. 37. خلاص خش 38. Many countries are now using more forms of energy from the sun and wind. هات لي اخر كلمتين دي، الشمس والرياح يا حسن، تسمى طاقة متجددة واسمها بالانجلش renewable. renewable forms of energy، طاقة متجددة. الشمس والرياح طاقة رينيوبل، أما الوقود الحفري طاقة نون رينيوبل. 39 يا أستاذ. In some places wood to heat people's homes. قول له is burned. الخشب يحرق، ودي باسف فيرب تو بي وتصريف ثالث للفعل. الجملة 40 والأخيرة يا بنوب يلا. Like oil and gas. بترول وغاز. found under the ground يوجد تحت الارض. قول له fossil fuels الوقود الحفري. هات لي بالله عليك ترجمه يلا حلوه كده من تراجم ليالي الامتحان. يلا يا استاذ.